حضراتكم في صالون على المنيون رقم 392 بعنوان العقل والمادة إيرفين شرودنجر. إيرفين شرودنجر هو فيزيائي نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 33، وليه معادلة مشهورة جدا في الفيزياء الكمية هي سبب حصوله على جائزة نوبل، وهنتكلم عنها بعد شوية، إن هي تعتبر العمل الرئيسي والأكثر شهرة لإيرفين شرودنجر. هذه المعادلة بتسمى باسم شرودنجر، اسمها المعادلة الموجبة لشرودنجر، والحقيقة هي من أهم المعادلات في نظرية الكم وفي فيزياء الكم. ليه بقى؟ إيرفين شرودنجر كان بيحاول يوصل لخاصية معينة للإلكترونات على مستوى فيزياء الكم، على مستوى الجزيئات المتناهيه الصغر. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو اكتشف ان الالكترون بيتحول الى موجه، بياخد شكل موجه، الجزيئ ده بيتحول الى موجه، وبالتالي هو بيكون ليه طول موجي، داله موجيه. الملاحظه بقى المثيره للاهتمام واللي يعني تدعو الى الجنون فعلا، انه احنا كنا في عالم فيزياء نيوتن نقدر نحدد مكان الجسم بكل سهولة، ومكان الجسم هو ثابت لا يتغير سواء احنا بنرصد هذا الجسم او ما بنرصدوش. القاعدة دي اتكسرت في فيزياء الكم. ليه بقى؟ لان هم لقوا من خلال تجربة عملوها كنا اتكلمنا عليها بكده، الدبل سليت اكسبيرمنت، دي تجربة الشق المزدوج، انه الالكترون انت ما تقدرش تحدد مكانه، انت تقدر تحدد احتمالات وجوده كموجة، وهو موجود ومنتشر في كل الاماكن في نفس اللحظة، وبيتكثف وبيرجع جسيم بس، وبيتحدد مكانه على حسب رؤية الناظر ليه. وهي الحقيقة حاجة يعني كانت كاشفة جدا اكتشافات كتير في مسألة فيزياء الكم. وشرودنجر في مثال مشهور طبعا معروف لشرودنجر، ان هو عمل تشبيه اللي بتسمى بعد كده بقطة شرودنجر، وممكن نبقى نستعرض ده في اثناء مناقشتنا للكتاب. في اسهام تاني مهم لإيرفين شرودنجر، الحقيقه ملوش علاقه بالفيزياء لكن ليه علاقه بالعلم الاحياء بالبيولوجي. إيرفين شرودنجر الحقيقه لانه كان متعدد الاهتمامات، ليه اسهامات تخص محاولته لفهم اصل الحياه. ونتيجه الفرضيات اللي حطها شرودنجر، وان كان في منها ثبت بعد كده خطاه لكن ما ثبت صحته، ادى في النهايه لان احنا قدرنا، او مش احنا، العلماء في الغرب ان هم يكتشفوا التركيب الجزيئي للحامض النووي اللي هو الدي ان اي، اللي احنا بنسميه الدي ان اي. وطبعا فرانسيس كريك هو العالم المشهور بعد كده اللي جه وقدر ان هو يكشف لنا عن التكوين الجزيئي للحامض النووي. الحقيقه انه إيرفين شرودنجر من خلال هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو اصلا مجموعه من المحاضرات اللي تم تجميعها، هو القاها في كليه الثالوث، كليه ترينيتي في جامعه كامبريدج في بريطانيا سنه 56. هو بيحاول يجاوب على مجموعه من الاسئله كانت بتشغل باله. طبعا الاجابه على سؤال ما الحياه اصلا، وهي يعني عباره عن ايه، وصف الحياه ومحاوله فهم اصل الحياه. طيب هو عشان شرودنجر يحاول يجاوب على السؤال ده، قال احنا هنبتدي من حقيقه معروفه، انه اي نظام مغلق حتى بما فيه الكون باعتباره نظام مغلق، في النهايه لازم هيوصل لمرحله هو بيسميها الموت الحراري. يعني في ما قال اي نظام مغلق، الموت الحراري ده هو المرحله اللي عندها كل المكونات داخل هذا النظام خلاص بقت حرارتها متساويه، كل التفاعلات الممكنه داخل هذا النظام حصلت، وبالتالي بينتهي بما يسمى بالانتروبيا. الانتروبي هي مرحله الفوضى او الشواش، ثم ينتهي هذا النظام. ايه بقى الحياه من وجهه نظر شرودنجر؟ الحياه في الحقيقه هي محاوله بقى انه تقاوم مساله الموت الحراري، من خلال انه الحياه نفسها بتحاول ان هي تتغذى على المكونات بتاعتها، على النظام المحيط بيها. وده بيبان كمان يمكن في علم الاحياء، طبعا نظريه التطور الشهيره لتشارلز داروين بتشبه هذا الطرح،
وكلنا يمكن سمعنا عن ميكانيزم الانتقاء الطبيعي في نظرية التطور، ازاي انه الطبيعة في النهاية لها هدف واضح وهو البقاء، ومن خلال آلية الانتقاء الطبيعي هي تقوم بهذا الفعل بغض النظر عن أفعال الإنسان. جزء مهم في محاضرات شرودنجر الحقيقة هو بيحاول يجاوب فيه على سؤال كمان أهم، أو السؤال الرئيسي في مجموعة المحاضرات دي: من أين جاء العقل البشري؟ وإيه علاقة العقل البشري أصلا بالمادة؟ وإيه علاقته بالكون؟ وإيه علاقته بالمكان وبالزمن؟ وإزاي أصلا كان في بداية للعقل البشري ده؟ وهل فعلا ممكن تبقى فيه نهاية، والنهاية دي شكلها إيه؟ سواء يعني ما هو نهاية العقل البشري بنهاية الكون نفسه كان نظام مغلق. طيب هل الكون نفسه بيخضع للعقل البشري، ولا في النهاية العقل البشري ده خاضع لقوانين ثابتة لا تتغير للكون؟ لأنه الإجابة على السؤالين دول تحديدا شرودنجر بيقول وبيحاول يوصل إنه إحنا لو جاوبنا على السؤالين دول هيبقى قدامنا اختيار من الاثنين: يا إما في حقيقة مطلقة واحدة، وده في حالة إنه العقل البشري بيخضع لقوانين ثابتة في الكون، إما إن إحنا بنعيش حقيقة واحدة من ضمن حقائق متعددة وبنتخيل أو بنتوهم إن هي دي الحقيقة المطلقة. مجموعة المحاضرات دي الحقيقة مش محاضرات علمية وبس، هي محاضرات بتجمع بين العلم والفلسفة وحاجات تانية كمان، يمكن تطبيقات أخرى ناتجة عن الأفكار اللي طرحها شرودنجر في هذا الكتاب وفي كتب أخرى. الترجمة صدرت عن دار أفاق، هي ترجمة دكتور أحمد سمير سعد، ويشرفنا أن نستضيف في هذه الليلة الأستاذة الباحثة في الفلسفة الأستاذة إسراء. بنرحب بيك في صالون المنيون، أهلا بحضرتك. مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة خليني أبدأ من اللي انتهى إليه جون. هو فعلا الكتاب بيطرح مجموعة من الأسئلة المهمة جدا اللي هي حوالين العقل، لكن خليني برضو أقول إن إحنا لما بنيجي نتكلم أو نقول اسم أو إحنا هنقول إن إحنا هنعرض كتاب لشرودنجر، فأكيد تبادر لذهننا كلنا إن إحنا هنناقش مجموعة من القضايا الفيزيائية. لكن المفاجأة إن الكتاب ده مش بيناقش قضايا فيزيائية، هذا كتاب فلسفي بامتياز. كل الأسئلة اللي بيطرحها شرودنجر في هذا الكتاب هي أسئلة فلسفية بحتة تنترج أو تندرج تحت نطاق فلسفة العقل وفلسفة العلم. الأسئلة الأساسية اللي بيدور حواليها زي ما قال جون هي العقل، لكن غلاف الكتاب أو العنوان يعني بنقول العقل وبنقول المادة. طب أنا بس بحب أستخدم المنهج التحليلي شوية والتفكيكي، فخلينا الأول قبل ما نبدأ إن إحنا نستعرض طرح شرودنجر إن إحنا نحلل أو نفكك عنوان الكتاب: العقل والمادة. إيه هو العقل وإيه هي المادة؟ طبعا المادة يعني مش محتاجين نشرح فيها كتير، هي كل شيء مادي محسوس ملموس أقدر أدركه من خلال الحواس. هذا الكون الذي نحيا فيه يوصف بأنه كون مادي، بيوصف إن هو كون محسوس لأني بقدر أني أتعرف عليه من خلال الحواس. أما الشق الثاني من العنوان العقل، الحقيقة إن مفهوم أو كلمة عقل حواليها كلام كتير شوية. يعني إيه المقصود لما أنا أقول عقل؟ طب إيه الفرق ما بين العقل والمخ والدماغ؟ الحقيقة إن بيتم استخدام كلمة مخ أو كلمة دماغ للتعبير عن الشكل البيولوجي المادي للعقل، يعني المخ بالفص الأيمن والفص الأيسر والشكل البيولوجي ليه. ولما باجي أقول عقل بيبقى المقصود هنا إن أنا بعبر عن التفكير الذي يصدر عن هذا الشكل المادي. الحقيقة إنه كان في مذهب يسمى بالمذهب السلوكي المادي،
وده بيقول ان مفيش حاجه اسمها، بينكر التصور اللي انا لسه قايلاه دلوقتي ان الدماغ او المخ ده شكل بيولوجي منفصل عن التصور التاني اللي بيقول ان العقل هو الخاص بقى بالعمليات التفكير او التصورات الفكريه. لكن المذهب السلوكي المادي بيقول ان العقل ليس كيان منفصل عن كينونته الماديه، يعني هو شايف انه العقل اصلا ماده، مفيش حاجه اسمها جانب بيولوجي وجانب اخر يختص بالتصورات العقليه. المذهب السلوكي المادي شايف ان العقل نفسه مادي، لان هو شايف ان عمليات التفكير بتصدر من خلال الاشارات او العمليات اللي بتنشأ، سوري، العمليات التي تنشأ عن الاشارات والخلايا العصبيه. فهذه الاشارات او الخلايا العصبيه هي ماديه او بتتحرك بشكل مادي. لذلك المذهب السلوكي المادي انكر هذه التفرقه بين ان المخ او الدماغ نشير به الى الجانب البيولوجي المادي، وان نقول كلمه عقل على التصورات التي تصدر عنه. طيب ده بالنسبه لعنوان الكتاب. سؤال تاني برضو انا عارفة انه ممكن يكون اتطرح على الذهن لما نيجي نناقش قضية فلسفية طرحها عالم فيزياء. الحقيقة ان شرودنجر فعلا هو عالم فيزياء، لكن الفلسفة عمرها ما انفصلت عن العلم، ولا العلم عمره انفصل عن الفلسفة. منذ ان نشأ العلم ومن اللحظات الاولى لوجود الفلسفة هما الاتنين موجودين مع بعض. بمعنى ايه؟ لو رجعنا لزمان جدا الى ما قبل الميلاد، الى التصورات الاولى عن الكون، يعني لو رجعنا مثلا الى الانسان البدائي خالص، هنلاقي ان تصورات الانسان البدائي العقلية تجاه الكون اللي هو عايش فيه، هو طول الوقت بيحاول يفسر الظواهر الطبيعية اللي حواليه. يعني بيشوف مثلا برق ورعد فبيحاول بيتفكر فيه، بيقول يعني ده سببه ايه، فبيطلع تصور خرافي بيقول ان ده غضب الآلهة مثلا. ده نوع من انواع التصور او نوع من انواع المحاولة للإجابة على اسباب او تفسير ظواهر فيزيائية. فممكن نقول ان ده ارهاصات اولية لوجود علم الفيزياء اللي موجود دلوقتي. ممكن نقول ان ده الاساس اللي قامت عليه الفلسفة. ازاي الفلسفة بالنسبة لي، او زي ما بحب اعرفها، هي تاريخ الفكر البشري او تاريخ التفكير البشري. هي الكيفية اللي الانسان فكر بيها من يوم ما اتوجد على الارض، وتطور تفكيره لحد اللحظة اللي اصبح عليها دلوقتي. طريقة التفكير اللي الانسان بدأ بيها زي ما قلنا كانت بدائية خرافية، لكنها كانت في الأول محاولات لوضع إجابات عن الكون اللي هو عايش فيه. فالحقيقة أنه اقتران العلم بالفلسفة واقتران الفلسفة بالعلم هما موجودين منذ القدم. يمكن بس هو مبحث فلسفة العلم عرف كمبحث في أوائل القرن العشرين، لأن القرن العشرين كان علمياً قرن مختلف، كان يعني احدث ضجة قلبت موازين العقل العلمي والعقل الفلسفي وغيرت النظرة الكلية للعالم. كلنا عارفين طبعا ان بدايات القرن العشرين ظهرت اكبر ثورتين علميتين، هما ثورة النسبية وثورة الكوانتم. قبلهم كان في علم كلاسيكي او الفيزياء الكلاسيكيه اللي هي فيزياء نيوتن، وكانت النظره اللي وصل بيها الانسان للعالم داخل محددات الفيزياء الكلاسيكيه، والنظره اللي اصبح عليها العلم في الفيزياء الكلاسيكيه كانت نظره حتميه مطلقه. كان بينتهي النتائج فيها كلها الى نتائج حتميه لا تقبل النقاش في بعض الأحيان. كل حاجة بترجع إلى قوانين ثابتة. ده فيما يخص الفيزياء الكلاسيكية. فلما بدأت تظهر وقائع فيزيائية جديدة، الحتمية اللي كانت قايمة عليها الفيزياء الكلاسيكية
ما قدرتش تتعامل معاها، هنا حصلت الأزمة أو حصل الانشقاق داخل بنية الفيزياء الكلاسيكية. يعني احنا دلوقتي مؤمنين بمجموعة من القوانين ثابتة بتؤدي إلى نتائج محفوظة. وبالمناسبة هو فكرة ان انا اطلع بنتائج محفوظة او حتمية، ده معناه ان انا اقدر اتنبأ بالمستقبل بالظبط زي ما انا عارفة الماضي، فانا ما بقاش عندي فرق كبير ما بين ماضي وما بين مستقبل. ما انا خلاص انا عندي مجموعة من القوانين اقدر اتنبأ بالمستقبل. فالفيزياء الكلاسيكية خلتني عارفة المستقبل تماما كما اعلم الماضي. فبدأت تظهر بعض الوقائع الفيزيائية الجديدة ما قدرتش الفيزياء الكلاسيكية انها تتعامل معاها. الحتمية الصارمة دي ما عرفتش انها تعالج بعض هذه الوقائع، زي الكارثة الفوق بنفسجية، اشعاع الجسم الاسود. خلينا نضرب مثال بنظرية الحركة الغازية. نظرية الحركة الغازية طبعا هو التجارب في الفيزياء الكلاسيكية بتؤدي إلى نتائج حتمية لا تحتمل اليقين، لا تحتمل احتمال، يعني هي يقينية ما فيهاش احتمال. فبالتالي لما جت أو لما حصل الأزمة بتاعت الحركة الغازية، خلينا الأول بس نشرحها. لو أنا عندي غاز، أوكي، والغاز ده موجود في إناء مقفول وليكن بالونة، أوكي، خلينا لو إحنا عندنا حاجة غير الغاز مثلا زي مادة سائلة أو مادة صلبة. لو أنا عندي بالونة وحطيت فيها مثلا شوية رز باعتباره مادة صلبة، اللي هيحصل إن الرز هيتركز في الجانب الأسفل من البالونة فهيشكل ضغط على الأرضية، أوكي. لو انا حطيت في البالونة مية، انا هنا عندي مادة سائلة، برضو هيشكل ضغط على ارضية البالونة لانه هيتركز في الجزء بتاع الارضية اللي هو مقابل للجاذبية. طب لما اجي املى البالونة هواء او اي نوع من انواع الغازات، ايه اللي هيحصل؟ هل هينتشر على مستوى الارضية بس ولا هيملى البالونة كلها؟ هو هيمثل ضغط على اطار الاناء كله. ده ناتج لإيه؟ ناتج لأن جزيئات الغاز حرة عشوائية بتتحرك في جميع الاتجاهات بشكل مستمر وبشكل عشوائي. فطبعا أنا مش هقدر إن أنا أطلع عن هذه الحركة العشوائية نتائج يقينية، ما ينفعش. يعني أنا عندي دلوقتي الجزيئات كلها بتتحرك حركة عشوائية وبشكل مستمر جدا، أوكي؟ فده مش هيخليني اطلع بنتيجة يقينية، وانما النتائج هنا هتبقى احصائية واحتمالية. دي يعني ده مثال بس واحد من الامثلة الكتير جدا اللي ضربت الفيزياء الكلاسيكية وخلت فيه خلخلة في قوانينها، وبدأنا نتحط قدام الامر الواقع ونقول لا احنا لازم نطور هذه القوانين او ان احنا نعدل عنها تماما، ويبقى عندنا قوانين اكثر مرونة بتعبر عن الواقع اللايقين اللي احنا بنعيشه. طبعا شرودنجر هو عالم فيزيكس وكان يعني فيزياء الكم زي ما جون طرح، بس خليني يعني انا ما بحبش دايما استخدم كلمة فيزياء كم، انا بحب استخدم يعني كلمة كوانتوم لان هي لغويا ادق. كلمة كوانتوم هي اصلا كلمة لاتينية معناها كمية او وجبة في اللغة اللاتينية. وكوانتوم الضوء هو قطاع ضئيل جدا من الضوء ادراكه ليس اسهل من ادراك الذرة. والحقيقة مصطلح كوانتوم او كلمة كوانتوم هي يعني ادق من كلمة كم. يعني هو في العربي بيفضل ان احنا نستخدم كوانتوم او كمومية، لكن هي كلمة كم ليست دقيقة يعني قوي.
طيب بالنسبة بقى لطرح شرودنجر لهذا الكتاب، طبعا بعد الخلفية العلمية اللي احنا شرحناها دي وتحول العقل العلمي من اليقين إلى اللايقين، وتحول العقل العلمي من الحتمية إلى الاحتمال، أكيد ده كان ليه تأثير على فلسفة العلم. يعني ما بعد ما كانت الفلسفة أو نظرية المعرفة العلمية بتتكلم عن حتمية ويقين، أصبحت تتحدث عن لا حتمية وعن لا يقين. وبالتالي لما يجي فيزيائي زي شرودنجر يتكلم في جوانب فلسفية، فأكيد هيتحكم فيها منطق اللايقين. خلينا نبدأ نشوف شرودنجر طرح ايه بالظبط جوه الكتاب. الحقيقة انه الفصل الاول اللي بدأ بيه اسماء الاسس الفلسفية للوعي، وعي الانسان بالعالم. طبعا ده كان خلال مجموعة من الأسئلة اللي هي ايه هو العقل، ايه علاقته بالمادة، ايه علاقته بالكون، بالزمن، كيف كانت بداية الكون، هل الكون ليه نهاية ولا لا. الأهم بقى، السؤال الأهم، هل الكون موجود في الذهن ولا، يعني بمعنى افسر الجمله دي الاول، هل الكون موجود علشان انا تصورته في ذهني، ام هو ليه وجود مستقل موضوعي عن ادراكي انا بيه؟ نقولها بشكل اكثر وضوح. انا عندي مثلا وليكن قدامي دلوقتي كرسي ازرق، اوكي، هل الكرسي الازرق ده موجود علشان انا بصيت له فشفته عيني بدأت تبعت لمخي فأنا أدركت إن ده كرسي ولونه أزرق، بينما أنا لو قمت دلوقتي ولفيت وديت وشي للحيطة فأنا ما بقتش شايفة هذا الكرسي الأزرق، فهذا يعني إن الكرسي الأزرق مش موجود بالنسبة لي. فنرجع تاني نسأل السؤال، هل الكون موجود في الذهن لأن أنا أدركته، ولا هل الكون ليه وجود مستقل ملوش دعوة بإدراكي أنا ليه، سواء أنا أدركته أو ما أدركتوش هو كده كده موجود؟ ده سؤال مهم جدا برضو طرحه علينا شرودنجر. وعلى فكرة يعني السؤال ده أو الفكرة عموما اللي بيتكلم عنها شرودنجر في هذا الكتاب هي ليست وليدة عقل شرودنجر، يعني الأسئلة دي كلها موجودة من قديم الأزل، من أيام الفلسفات الأولى، حتى هو أشار إلى الفلسفة الإغريقية في الكتاب، يعني إن هو الأسئلة دي موجودة من زمان. مقترنة بالعقل العلمي والعقل الفلسفي بشكل يعني لا تنفصم عنه. والحقيقة إن محدش قدم إجابات وافية وناهية عن هذه الأسئلة كلها. لو رجعنا إلى ما قبل الميلاد، نروح للفلسفة الإغريقية كما أشار إليها شرودنجر، هنلاقي أنه من زمان جدا الناس بتحاول تبني تصورات عن العالم. هنلاقي فيلسوف زي أنكسماندر وأنكسمانيس وكل الفلاسفة الطبيعيين، هنلاقي واحد قال الكون وجد أو اتكون من مية، واحد تاني قال لا الهواء، واحد تالت قال لا النار، واحد تاني قال التراب. فبدأ يبقى عندي تصورات مختلفة كل واحد حسب منظوره وحسب الكيفية اللي هو اقتنع بيها عن الكون. كل دي كانت مجرد تصورات. والحقيقة ان شرودنجر رغم انه عالم موجود في هذا الصرح العلمي في فيزياء الكوانتوم، هو ما خرجش عن كون التصورات. يعني تقدم الفيزياء للوضع اللي هي عليه دلوقتي ما ادناش اجابات عن هذه الاسئله التي طرحت من زمان جدا. يعني احنا برضو بنتكلم في تصورات، يعني هو لما اتكلم عن العقل هو برضو اتكلم عن تصور عن العقل،
برضو هو ما قالناش قوي يعني العقل. طبعا في ناس كتير قاعده تعرف العقل وقاعده تقول العقل كذا والعقل كذا، لكن ماهيه العقل كتصور بالمفهوم اللي انا شرحته في الاول خالص، وفرقه ما بين الجانب المادي يعني او الدماغ غير متفق عليه بشكل او باخر. لان العقل لما اتكلم عن اي مفهوم سواء العقل او غيره، لما اتكلم عن اي مفهوم غير مادي فهو غير قابل للتجريب، ما اقدرش اتحقق منه تجريبيا. انا في الفيزياء لما ببقى بعمل قانون او بعمل نظريه اقدر انزل على ارض الواقع واعمل التجربه بشكل مادي بحت واقدر اقول اه صح لا غلط. النظريه اللي انا حطيتها دي كانت صح عشان حصل 1 2 3، لا هي اثبتت كذبها لانها حصل 1 2 3. اذا التجربه والاحتكاك بالماده هو اللي بيخليني احكم على صدق او كذب الامر. لكن لما اجي اتحدث عن تصور لا مادي، عن تصور لا يمكن ان يتم خضوعه الى التجربه الفعليه الماديه، فهو لن يعدو كونه تصور. والحقيقه ان اللي قدمه شرودنجر في هذا الكتاب حوالين العقل وعلاقته بالماده هو تصور شرودنجر. لنا ان نختلف او نتفق، هو تصور في الاخر انت مش هتقدر تتحقق من صحته، وهيجي بعد شرودنجر تاني ناس تتكلم، وفي معاصرين طبعا شرودنجر وما زال لحد هذه اللحظه بتتكلم في نفس النقطه. طيب خلينا بقى نبدا نطرح شرودنجر وجهه نظره عن العقل والوعي ايه بالظبط. زي ما قلنا في الفصل الاول هو اتكلم عن الاسس الفلسفيه للوعي، اتكلم فيه عن وعي الانسان بالعالم. بيقول ان بناء العالم في اذهاننا بيتشكل من خلال مداركنا، من خلال احاسيسنا، من خلال ذكرياتنا. اذا هو هنا يعني خلينا نمشي معاه واحده واحده، يعني هو بيقول حاجات وبعد كده بيبدا يرتب عليها حاجات تانية، فخلينا نمشي معاه واحده واحده. هو في الاول بيقول لنا ان العالم مبني في اذهاننا من خلال احاسيسنا وذكرياتنا ومداركنا، فهنا احنا بنتكلم في جانب ذاتي. خلينا نتفق ان في يعني في الحته دي على مدار تاريخ العلم والفلسفه في جدليه او ثنائيه، الذات والموضوع، الذات اللي هو انا، الذات الواعيه بالشيء، والموضوع اللي هو العالم الواقعي او الكون اللي هو هو موضوعي يعني مستقل عن معرفتي او ادراكي بيه. فلما شرودنجر هنا يقول لي ان بناء العالم هو بناء من احاسيسنا ومدركاتنا وذكرياتنا، اذا هو بيتكلم هنا عن جانب ذاتي. اوكي، لكنه بعد ما قال لنا كده بيقول لنا او بيفضل انه يعتبر ان الكون ده كله وجوده مستقل عن العقل، رغم ان هو يعني ادانا جانب ذاتي في الاول، الا انه بعد كده رجع يقول لنا انا بفضل ان احنا نعتبر ان الوجود مستقل عن العقل. طيب امتى بقى الوجود بيتجلى ليا؟ امتى بعرفه؟ امتى بدركه؟ امتى بشوفه؟ بيتجلى ليا من خلال معرفتي بيه او ادراكي ليه بشكل حسي، يعني لما بدركه بيتجلى ليا، وان وجوده مستقل عن العقل. خلينا برضو نمشي بالتسلسل بتاع شرودنجر. بدا يسال بقى طبعا هو كل ده في اطار وعي انا بالعالم، فبدا يسالنا وبيقول هل في عمليات ماديه عقلية مرتبطة بشكل أو بآخر بالوعي؟ من الواضح أن شرودنجر بيتكلم عن الوعي باعتباره شيء لا مادي، فبدأ يطرح سؤال زي ده، هل في عمليات عقلية مادية بترتبط بشكل ما بالوعي؟ هل الوعي مرتبط بوظائف عصبية؟ يعني
لما انا بدرك الشيء فبيبقى في اشارات عصبيه والخلايا العصبيه بتشتغل. فهل الوعي انا لما بعي الشيء هل ده ليرتب الوظائف صاحب كل العمليات العصبيه؟ وبدا يدخلنا في منطقه تانية خالص، منطقه اكتساب الخبره او اكتساب التعلم. وبدا يقول لنا ان البيئه بتاعت حياتنا العقليه هي بتقوم بشكل اساسي على عمليه الاكتساب. يعني ايه؟ طيب هو بدا هنا يكلمنا او يفصل ما بين فكره الوعي واللاوعي. بدا يقول لنا ان عقلنا بيتشكل من جانب واعي ويتشكل ايضا من جانب لاواعي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ندي مثال. مثلا انا دلوقتي شخص بيتعلم القياده، اوكي؟ ففي لحظه التعلم بيكون عقله واعي ويقظ جدا. هو قاعد داخل السياره، عينه على كل المرايات، شايف يمين وشايف شمال، وقاعد مركز في كل خطوه بيعملها. هو يقظ وواعي بيها جدا. تعالوا نشوف نفس الشخص ده بعد 10 سنين بيسوق، هنلاقيه عادي خالص شغال وبياكل ساندوتش هو بيسوق العربيه وبيكلم في التليفون وبيطلع راسه من الشباك مش عارفه بيكلم مين، وهتلاقيه بيعمل كل حاجه وهو بيسوق العربيه. طب هو ايه الفرق من اللحظه الاولى للتعلم ومن لحظه اكتسابه الخبره؟ شرودنجر بيقول انه في المرحله الاولى اللي هي المرحله اللي كان بيكتسب فيها الخبره، كان العقل وقتها يقظ، لان مفهوم القياده هنا كان عنصر جديد على العقل. العقل مش عارفه قبل كده، اول مره يمارسه، فده كان عنصر جديد. فبدا العقل يحطه في منطقه الوعي. لكن مجرد ما هذا العنصر الجديد يتحول الى عاده من خلال التكرار، العقل بيرميه في منطقه اللاوعي. هو خلاص اصبح عاده اقدر ان انا امارسها بشكل من غير ما افكر. يعني انا خلاص انا بعمل ده من غير ما افكر، مش محتاجه ان انا بقى انقل الموضوع للمنطقه الواعيه وافضل قاعده يقظه ذهنيا وبص في كل المرايات وقاعده. يعني لا، انا ممكن بقى خلاص اسوق وانا بعمل كل حاجه. فامتى بتحول من اللحظه الواعيه الى المنطقه اللاواعيه؟ هو عندما يتحول هذا العنصر الجديد الى عادة اكتسبتها بالتكرار. خلاص انا بقيت بعملها بشكل آلي وميكانيكي، انا بعملها من غير تفكير، بشكل كأنك شغلت آلة وسبتها مثلا. طيب الحقيقة انه بعد ما قال لنا نظريته دي عن الوعي، بدأ يطرح علينا سؤال تاني برضو. بعد ما وصلت للمرحلة اللاواعية، هل اقدر ارجع تاني بنفس العادة هي؟ وخلينا في اللي ضربنا عليها مثال قيادة السيارة، هل أقدر إن أنا أرجع بنفس العادة هي إلى منطقة الوعي؟ ينفع؟ لا، هو قال آه ينفع. قال ينفع لأنه هذه العادة رغم إنها أصبحت عادة وأنا بعملها بشكل ميكانيكي، إلا إنه وارد جدا إنه يطرق عليها عنصر جديد. حادثة مثلا. او ان انا اتعلم حاجه ما اتعلمتهاش قبل كده، وليكن مثلا ان انا كنت بسوق عربيه اوتوماتيك ورحت اسوق عربيه مانيوال. لو هندي مثل تاني انه الطفل وهو بيتعلم المشي، في لحظه تعلمه للمشي هو في منطقه العقل الواعي. امتى بيرميها في اللاوعي؟ لما خلاص احنا اتعلمنا نمشي وكبرنا وطول حياتنا بقى موضوع المشي ده موجود فين؟ في اللاوعي. امتى يرجع تاني المشي الى منطقة الوعي؟ رجلي اتكسرت وقعت عليها اتجزعت، فهنا انا ما بقتش بمشي بالطريقة اللي انا اتعلمتها او الطريقة المعتادة اللي بمارسها بشكل ميكانيكي. انا بدأت ابتكر طرق تانية عشان اقدر امشي، بتسند بقى على عجاز،
بسند على الرجل التانية اكتر. المهم ان انا دخلت في مرحلة عنصر جديد، فببتكر طريقة جديدة للتعامل مع الموقف الحالي، فهنا تحولت عادة او حاجة اكتسبتها بالتكرار من منطقة اللاوعي ورحت بيها تاني فين؟ لمنطقة الوعي. وده بيحصل في حالة واحدة، لو جد جديد او ان انا بقى عندي عنصر جديد. لو ما بقاش عندي عنصر جديد خلاص بفضل في المنطقة اللاوعي. طيب دي نظرية شرودنجر عن الوعي. بينقل بقى نقلة تانية خالص وبيوصل بينا المنطقة بيربط بيها ما بين كذا حاجة وبعض. بدأ يكلمنا عن الأخلاق، مستخدم هذه النظرية أو نظريته هذه في الوعي، وهو شايف أن نظريته دي في الوعي بتساعدنا أن احنا نفهم الأخلاق بشكل عملي أكتر. فبدأ يقول لنا أنه التعليم الخاصة، احنا اتفقنا طبعا أنه زي ما قلنا أن الحاجة بتعلمها في مرحلة الوعي وبتنتقل إلى مرحلة اللاوعي لم تبقى عادة وتكرار. انا لما باجي اتعلم الاخلاق، هو شايف ان الاسلوب اللي بيتم استخدامه في تعلم الاخلاق هو صيغه الامر زي ما كلنا عارفين، بقول لك افعل هذا ولا تفعل هذا. فالموضوع اصبح بدل ما انا اقول سوف اقوم بي، بقى يتقال لي يجب عليك ان تقوم بي. فشرودنجر كان شايف ان في الصيغة الأمرية دي لتعلم الأخلاق كان في نكران للذات، كان في تصدي للإرادة البدائية. وهو بيقصد بكلمة الإرادة البدائية هو الطبيعة الفطرية والرغبات الفطرية اللي نشأ عليها الإنسان في وجوده الأولي، يعني اللي الطبيعة أنشأته عليه. حتى هو بيقول يعني لو الطبيعة ما كانتش عايزاني بهذه الآلية أو بهذه الشكلية لما أنا عليها يعني. فهو كان شايف ان تعلم الاخلاق بصيغة الامر هو نوع من انواع نكران للذات وبيتصدى للارادة البدائية. فكان شايف ان حياتنا الواعية هي طول الوقت في صراع ضد هذه الارادة البدائية. وقمع ذاتي ليها طبعا. فشايف انه بدأ يحصل تعديل لهذه السلوكيات البدائية، بدأ يحصل فيها عملية تطور. لكن عملية التطور اللي كانت تحصل دي كانت عملية بطيئة جدا بالنسبة لقصر عمر الانسان وللحقب الزمنية الطويلة. والحقيقة ان هو استعان في الجزء ده او في الحتة دي بنظرية التطور عند داروين، واستخدم نفس الآلية بتاعتها. يعني طبعا هو السلوك او السلوكيات الانسانية هي ليست سلوكيات موروثة وانما سلوكيات مكتسبة، لكنه بيقول ان الذكاء البشري قادر على انه ينتخب السلوكيات اللي تحافظ على بقائه اكتر، قادر انه ينتخب السلوكيات اللي بتساعده انه يطور من نفسه اكتر. وبيضرب مثال بانه بيرجع لداروين وبيقول انه التطور العضوي، حتى انت لما بيكون عندك عضو ككائن حي مش بتستخدمه بيبدا يحصل له ضمور، ففي الاجيال اللي جايه ما خلاص ما بيبقى مش موجود، عضو تاني انت احتاجته فبتبدا تستخدمه بتبدا تطوره، فبيظهر في الاجيال اللي بعد كده بشكل اكثر تطورا بيناسب الحياه او الوظيفه اللي انت استخدمته من اجلها. هو شاف السلوك برضه في نفس هذا الإطار، إن السلوك بيطور من نفسه بحيث إن أنت بتنقل السلوك ده لأطفالك مثلا، فأطفالك بينقلوهم لأولادهم فيما بعد، فبيحصل تطور للسلوك. تعالوا يعني نضرب مثال على الحتة دي. لو رجعنا للعصر البدائي هنلاقي إن الإنسان البدائي كان بياكل اللحوم نية، كان ممكن يصطاد أي حيوان من أي حتة وياكل لحمته نية. هل هذا السلوك هو السلوك متبع حاليا؟ هل البشر لديهم ثقافة عامة ومتبعة
متفقين عليها ان هم يصطادوا اي حيوان وياكلوا لحمته نيه؟ الاجابه لا. الاجابه انه الموضوع تطور او هذا السلوك تطور، فاصبحوا بياكلوا اللحوم طيه. بدا يحصل تطور اكبر من كده انه بدانا نشوف ناس نباتيين، والموضوع مش ان هم بس ما بيحبوش ياكلوا لحمه، لا ده الموضوع مؤدلج عندهم، انا مش هاكل لحوم رافضا بالحيوانات. فده تطور للسلوك نابع برضو من تطور فكر. مش بعيد ممكن بعد سنين طويلة جدا جدا من دلوقتي ما نلاقيش اصلا بشر بتاكل لحوم، بما ان حاليا في نسبة النباتيين بتوسع وبتكبر، فمش بعيد يمكن بعد سنين طويلة جدا جدا، بعد كام قرن بقى، ممكن فكرة اكل اللحوم دي اصلا خلاص هي مش موجودة، وهيكون كل البشر مثلا نباتيين. فاللي بيحصل انه بيحصل توارث بشكل ما، هو السلوك هنرجع تاني نقول هو غير مورث، هو مكتسب، ولكن هو بينتقل من جيل الى اخر. وبرضو بيلعب دور في ده تطور الفكر البشري. فهو كان شايف ان السلوكيات البدائية بتاخد منحاها في التطور، ولكن عملية التطور هذه هي عملية بطيئة جدا مقارنة بالعمر القصير للبشر والحقب الزمنية الطويلة. وعلى هذه الشاكلة هو شايف ان الوعي بالمنظور اللي احنا شرحناه هو ظاهرة في حيز التطور. اوكي. وبيرجع تاني يكلمنا عن الكون وبيقول لنا مفيش حاجة اسمها تصور نهائي عن الكون، ما ينفعش اقول تصور. وده ونقف عند دي شوية، لانه ده هيرجعنا للبداية اللي احنا بدأنا بيها، انه شرودنجر فيزيائي في لعب دورا هاما في فيزياء الكوانتم اللي بتتكلم عن اللايقين. فهنا هو مش هيقدر، مش يعني مش هيبقى منطقي ابدا انه يبقى فيزيائي بهذا النمط ويجي لما يتكلم عن تصورات يقفلها او يقول انها نهائيه وحتميه ومحدش هيجي يقول حاجه بعدها. فطبيعي ان هو يقول لنا لا تصور نهائي عن الكون، مفيش اي حاجه اسمها تصور نهائي عن الكون. لكن تصورنا احنا عن الكون بيتطور وبيتم تعزيزه من خلال التطور العلمي والتطور الفلسفي. كل ما العلم بيتطور كل ما انا بقدر اكون تصور اقرب الى الحقيقة اللي موجود عليها الكون، بقدر اكون تصور اقدر اتحقق من صحته بشكل اكبر من خلال ان انا اقدر اجربه اخضعه للتجربة. وبالتالي بيرجعنا تاني لنقطة الذكاء البشري، بعد ما قعد يطرح لنا تاني تصور ان مش هقدر ان انا ادي للكون تصور لا نهائي، وان التصورات دي بتتطور دايما. مثلا لو هنتكلم، لو حبينا ندي مثال، ففي وقت من الاوقات كان العلم في العالم كله مقتنع ان الارض مسطحة. بتمر الايام وبيتطور العلم وبنكتشف ان الارض كروية. لسنين طويلة كانوا مقتنعين ان الارض هي مركز الكون، وبتمر السنين وبيتطور العلم وبنكتشف ان الشمس هي مركز الكون، والكوكب او كوكب الارض ما هو الا كوكب ضمن مجموعة من الكواكب اللي بتلف حوالين الشمس. فكل ما بيتطور العلم كل ما تصورنا تجاه الكون بيتغير. وزي ما قلنا انه قال ان الذكاء البشري بيقدر ينتخب السلوك الافضل او الاصلح، الا انه في الحتة دي بقى اشار لنقطة يعني في غاية الخطورة وفي غاية الاهمية. اتكلم عن طغيان الالات. يعني ايه طغيان الالات؟
طبعا انا يعني بتهيألي كلنا معانا اجهزة تليفون محمول في ايدينا، كلنا عندنا اجهزة تكنولوجية داخل بيوتنا. الآلة بدأت تحل محل الذكاء البشري بشكل يشكل خطر اصلا على الوجود الانساني. الحقيقة دي نقطة يعني في غاية الخطورة جدا جدا، و اثرها شرودنجر في النقطة دي بيقول انه طغيان الالات مثلا ادى الى اختفاء الحرف. بدل ما كان عندنا حرف، لا احنا بقى عندنا خطوط انتاج. بدل ما كان عندي حد مثلا فاتح مثلا ورشة لتصنيع الحلية او الصواني اللي عليها زخارف مثلا، لا انا بقى عندي خط انتاج ومصنع كامل بيطلع لي. بدل ما كان العامل ده بيطلع في ورشته مثلا صينية من دي في اليوم، انا بقدر اطلع في الساعة 20 صينية او ايا كان العدد، بس بطلع عدد يفوق بكتير جدا اللي كان الفرد بيعمله لوحده. طب ده ادى لايه؟ يعني الحقيقة ده ادى الى انه كسر فكرة الابداع. الحقيقة انه بالنسبة لي العامل اللي كان قاعد في ورشته بيعمل صينية واحدة في اليوم ده أفضل من العشرين ألف صينية اللي بتطلع من خط الإنتاج. ليه؟ وهو قاعد في ورشته بيعمل هذه رسمة معينة مثلا، هو ممكن الوردة دي مثلا بيحفرها بالشكل الفلاني، فجات له فكرة هو بيشتغل ان هو لا ممكن يعمل هنا كذا ويعمل هنا كذا، ففي الآخر خرجت شكل زخرفي مثلا عن اللي هو متعود يعمله. وهكذا بيحصل ابداع، طول ما هو شغال الابداع شغال فبيبدا يطلع لي اشكال مختلفه. بينما في المصنع لما انا هيبقى عندي خط انتاج، انا مش هيبقى عندي مجال لهذا الابداع. هو انا بدخل على السيستم بتاع المكنه او الاله رسمه معينه بتطلع، ما بتطلعليش غيرها، ما بتبدعش فيها. فهيبقى عندي في الساعه 20 صينية عليها نفس الرسمة، بينما العامل اللي كان قاعد في ورشته هيطلع لي هيطلع لي كل يوم واحدة، بس كل يوم واحدة بيطلع لي واحدة مختلفة. فده كمثال على ان الميكنة والآلية كسرت الإبداع، بدأت تصنع ضمور في الذكاء البشري. وخليني بقى هنا يعني اخرج شويه من عند شرودنجر واتكلم في النقطه دي شويه، لان انا بصراحه شايفاها نقطه بالغه الخطوره وحقيقي نقطه ممكن تنهي الوجود البشري حرفيا. الحقيقه ان لما الاله حلت محل الذكاء البشري، الانسان يعني بقى عايش حياه غير ذكيه، رغم ان هو اللي صنع الالات دي، الا ان هو بقى يعيش حياه غير ذكيه. لو نرجع شويه لورا هنلاقي ان واحنا في المرحله الابتدائيه او الاعداديه لما بدانا نستخدم الالات الحاسبه، كلنا بلا استثناء اهالينا كانوا بيقولوا لنا كلمه واحده، الاله بتوقف المخ. كان بيحصل كلنا يعني اهالينا كانوا بيقولوا نفس الكلمه. ليه؟ احنا من اول ما بدانا نستخدمها احنا نسينا يعني ايه اسمها مطوله. يعني انا اتعلمناها بس خلاص دلوقتي لو حد فينا قلنا له اعمل اسم مطوله يا اما مش هيبقى فاكرها خالص او فاكر نصها او خلاص اتمحت من الدماغ. الاله بدات تعمل كل حاجه الدماغ البشري كان بيعملها، كل حاجه. فده حول حياه الانسان لنوع من الرطابه والروتين وانعدام للابداع. بدأنا ان احنا نصنع آلات تقدم لي حلول للمشكلات. بدأ يظهر علم يخلي الآلات تقوم بأشياء كان بيعملها الذكاء الإنساني، وده اللي سمي بعلم الذكاء الاصطناعي. ان انا بحاول ان انا احط الذكاء الإنساني في آلة، فإيه النتيجة لده؟ ان انا ما بستخدمش بقى مخ الانسان، فبيحصل ضمور لهذا الذكاء الانساني.
بدأت تظهر عندنا، يعني الموضوع بقى بدأ يتطور، لأنه خلاص أنا بقيت بعمل حاجة اسمها نظم خبيرة. النظم الخبيرة دي برامج بقدر إن أنا أحط في هذه البرامج كل المعلومات اللي ممكن يحتويها عقل خبير في مجال ما. أنا كده بوصل لمرحلة تانية، إنه أنا بستغنى عن وجود خبراء بشريين، أنا مش محتاجاهم بقى، محتاجهم أنا خلاص، أنا يعني الخبير في هذا المجال المعين، أنا أقدر إن أنا أحط خبراتي كلها في هذا البرنامج، فبقى عندي نظام خبير بهذا الشكل. فإذا أنا بدأت أستغنى كمان عن إن العنصر البشري اللي عندي يكون عنده خبرة، إنه يكون شخص خبير في مجاله، لأن أنا استعطت عن هذا بهذه النظم الخبيرة. الحقيقة ان فكرة الحوسبة او الحاسوب اثرت على فلسفة العقل في القرن العشرين بشكل مش طبيعي، وده يمكن اللي خلى شرودنجر يتكلم عن فكرة طغيان الالات. فكرة الحاسوب او الحوسبة هي محاولة ان انا احط الذكاء الانساني جوه آلة، فعشان اقدر افهم الذكاء الانساني بيشتغل ازاي، عشان اقدر احطه في آلة لازم ادرسه، لازم ادرس عمليات التفكير، اشوف انا عقلي بيفكر ازاي، الشبكات العصبية بتفكر ازاي. فالامر وصل ان احنا بقينا بنصنع شبكات عصبية اصطناعية علشان تقوم بدور الشبكات العصبية البيولوجية. بدأ يظهر لي علوم بتقارن ما بين ذكاء الآلة وذكاء الذكاء البشري. الكارثة بقى والمفارقة الأكبر إن الآية بدأت تتعكس. اللي حصل إنه أنا لما بيبقى عندي جهاز كمبيوتر أو آلة ببدأ أحط فيها برامج وأبدأ أديها معلومات علشان تطلع لي حاجة معينة، وليكن مثلا ندي المثال البسيط خالص بتاع العمليات الحسابية، انا بديها الخطوات وهي بتنفذها. طيب ادي المسألة الحسابية الكمبيوتر والشخص عادي، اللي هيحصل ان الكمبيوتر طبعا هيطلعها في اقل من ثانية يعني، فاصبحت الآلة اسرع من الانسان. اللي حصل كمان ان دقة الناتج هنا في الآلة ونسبة الخطأ أقل بكثير جدا من نسبة الخطأ الصادرة عن الكائن البشري، ونسبة الدقة عند الكائن البشري أقل. فبدأت الآلة بشكل ما تتحط في مقارنة مع الذكاء البشري، رغم أن المفارقة بقى أن الذكاء البشري هو أصلا اللي صنع الآلة. فبدأت تظهر أسئلة غريبة بقى، يعني الأسئلة الغريبة اللي بدأت تظهر هل الذهن البشري يمكن أن يصل إلى ذكاء الآلة؟ اللي حصل إن إحنا هنا عكسنا، لو خدنا بالنا إحنا هنا عملنا عملية عكس. إحنا طول الوقت إحنا في بداية الموضوع لما بنتكلم عن حوسبة، فإحنا حاولنا نعمل إيه؟ ننقل من عند الكائن الحي او من عند الذكاء البشري نحطه فين؟ في الآلة. اللي حصل ان الدنيا اتقلبت حتى على المستوى التفكير الفلسفي، فبدأنا نسأل هل للعقل البشري فرصة انه يفكر كحاسوب؟ يعني هل يقدر انه يطلع لنا النتائج بنفس السرعة اللي بيقدمها لنا الحاسوب؟ هل يقدر يقدم لنا النتائج بنفس الدقة اللي بتقدمها لنا الحاسوب؟ فلقينا انه يعني دي من المفارقات الكبرى جدا، يعني اللي حصلت انه احنا الدنيا اتقلبت بقى خلاص، يعني بقى احنا يعني رغم ان احنا اللي صنعنا الآلة، الا انه احنا بقينا نسأل هل العقل البشري ممكن يضاهي ذكاء الحاسوب اللي احنا اصلا صنعناه؟ والمفارقة الأكثر استغرابا يعني أنه بدأنا بقى نستعين
يعني بآلة علشان نقدر نفهم كائن حي. فدي مفارقة الحقيقة. يعني احنا محتاجين نفهمها يعني. ومش عارفين الحقيقة تطور الآلات وتطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هيودي الذكاء البشري لحد فين، او هيقول بي الى ايه. هل هيحصل فعلا ضمور زي ما قال شرودنجر في الذكاء البشري على مدار الاجيال اللي جاية؟ هل هيجي وقت او زمن الآلة هي اللي هتتحكم فينا مش احنا اللي هنتحكم فيها؟ ده سؤال مطروح يعني، لو الحقيقة لا شرودنجر اجاب عليه ولا احنا عندنا الاجابة ليه. تمام. بعد كده بدأ شرودنجر يسحبنا تاني بعد ما اتكلم عن فكرة ضمور الذكاء البشري، وبدأ يرجع تاني لنقطة التصورات العقلانية. على فكرة يعني شرودنجر على تسلسل الكتاب هو ماشي بمنطق جدلي شوية، يعني هو ماشي بمنطق جدلي ومنطق إثارة الأسئلة، وهي الفلسفة عموما يعني هي تثير الأسئلة أكثر مما تقدم إجابات، يعني هي بتهتم أكثر بأنها تثير عناصر فكرية أكثر من أنها تقدم لنا إجابات. وطبعا وفقا للعلم الحديث خلاص احنا ما ينفعش يبقى عندي إجابة حقيقية أو يقينية أو فبدأ يسألنا تاني، هل يمكن للإدراك أن يلم بالكون المادي؟ هل العقل يقدر يسيطر على المادة؟ الحقيقة ان في عبارة سقاها سبينوزا بتقول لا يمكن للجسد، لا يمكن للجسد ان يقضي على العقل بالتفكير، ولا يمكن للعقل ان يقضي على الجسد عن طريق الحركة او السكون. هنا سبينوزا عمل ايه؟ يعني خلاصة الجملتين دول ان سبينوزا قال انه الجسد مش هيقدر ينهي العقل بأداة العقل اللي هي التفكير، والعكس العقل مش هيقدر يقضي على الجسد بأدوات الجسد اللي هي السكون او الحركة. فبيقول لنا شرودنجر ان العقل الواعي تموضع داخل الجسد بشكل رمزي. تمام. وبدأ يكلمنا عن جدلية الذات والموضوع. وطبعا جدلية الذات والموضوع هي يعني موجودة طوال التاريخ الفلسفي. وطبعا كانت يعني جدلية اتعمل عليها كلام كتير ويعني قتلت بحثا. كان احيانا كتير بتم الفصل بين الذات والموضوع، لكن هنيجي عند حد مثلا زي ميرل بونتي. قال ان العالم لا ينفصل عن الذات، وفي هذا اتفاق ورأي شرودنجر. شرودنجر كمان كان شايف انه لا انفصال بين العقل والذات. الحقيقة ان ميرل بونتي بيقول ان الذات هي مشروع العالم، والذات لا تنفصل عن العالم باعتبارها مشروعه. حتى نجد ان الواقعية الميتافيزيقية بتعتبر ان المعرفة هي مجرد انعكاس للواقع. المعرفة هي انعكاس للواقع يعني، وفعلا يعني هو انا بقدر اعرف منين، يعني انا مع المعرفة التي اكتسبها بكتسبها منين الا من خلال الاحتكاك بالواقع. انا كل المدركات اللي داخل العقل داخلة بشكل حسي بحت، داخلة عن طريق الحواس. فهذه التصورات العقلانية التي أبنيها في ذهني نحو الكون هي بالأساس ترجع إلى المادة، هي بالأساس ترجع إلى إدراكي للموضوع. إذن لا انفصال بين الذات والموضوع. وشرودنجر هنا بيقول إنه مفيش حد فاصل بينهم، لأن هما الاتنين بينهم إحالات متبادلة، فمش هينفع أن أنا أفصل بينهم أبداً. ومش ان العلم الحديث هو اللي فصل ما بين الذات، يعني سوري اللي هو يعني الغى الحد الفاصل ما بينهم، لا هو اصلا ما فيش ما بينهم اي حد فاصل.
هما الاثنين فعلا بينهم حالات متبادلة. وبدأ يقول ان كل واحد فينا بيملك تصور ما عن الكون، انا بتصور بشكل وحضرتك بشكل وحضرتك بشكل وما الى ذلك. ليه؟ لان ادراكي للعالم بيتحكم فيه جوانب شخصانية كتير، البيئة بقى الاجتماعية، البيئة التاريخية، الظروف الزمنية الى اخره. كل ده بيتحكم في ادراكي للعالم، بيتحكم في الصورة اللي في الاخر انا ببنيها للعالم. بالتالي اصبح الانا بتاعتي تصورها غير الانا بتاعت حضرتك، غير الانا بتاعت كل واحد فينا، فاصبح التصور هنا نسبي بيختلف من واحد للتاني، فاصبح لدينا انات واعيه. ويعني هو غالبا استخدم المصطلح بتاع فرويد بتاع الانا، فكل انا يعني بتتبنى تصور مختلف عن الاخرى وفقا لاعتبارات شخصانيه وذاتية. وبالتالي أصبح لدينا أنات واعية متعددة، على الرغم من إن إحنا عندنا أصلا عالم واحد بس، يعني العالم اللي إحنا بندركه هو واحد، ولكن يعني الأنات التي تدركه متعددة. فهو شاف إن هنا في نوع من أنواع المفارقات، لان الانات الواعيه متعدده على الرغم من انها في الاخر بتاعي عالم واحد. الحقيقه انه اللي قدمه لنا شرودنجر خلال هذا الكتاب هو كان اكثر طرحا للاسئله، يعني اكثر من هو يقدم اجابات. وزي ما قلنا من شويه هذه الفلسفه يعني تهتم أكثر بإثارة الأسئلة أكثر من اهتمامها بتقديم إجابات، وهو ده اللي عمله بشكل ما. يعني شرودنجر إن هو كان مهتم أكثر بإن هو يثير مجموعة من الأسئلة. والحقيقة إن ثنائية أو إشكالية العقل والمادة هتفضل موجودة زي ما كانت موجودة قبل شرودنجر بقرون، هتفضل مكملة، وهيفضل تصورنا تجاه العقل كعقل مختلف ومتغير بحسب التغيرات الكونية اللي احنا بنمر بيها وتطور العلم والفلسفات، وهيفضل كون نفسه تصوراتنا نحوه تتغير لهذا لنفس هذا السبب. بتمنى انه يكون ان تكون الأسئلة دي كلها أثارت عندنا كلنا نوع من أنواع الفضول للبحث عن إجابات خلال الأطر اللي احنا اتكلمنا فيها. وبتمنى ان يحصل اشتباك لما طرحه شرودنجر من حضراتكم لو حد حابب يطرح اي اسئلة. شكرا لحضراتكم. شكرا. شكرا استاذة اسراء على هذا العرض المهم. الحقيقة انا بس كان عندي تعليق على مسألة الذكاء. هو الذكاء البشري الحقيقة يورث، هذه حقيقة. الذكاء البشري يورث، ومهما لعبت البيئة من دور يعني في مسألة الذكاء ده، فإن عامل الوراثة يبقى هو الفيصل الرئيسي في مسألة الذكاء البشري. ولكن أنا خلافي مع شرودنجر هو ليس في يعني حتمية ضمور الذكاء البشري، لكن ما الذي سيسبب ضمور هذا الذكاء؟ أنا أعتقد إنه بعد الثورة الصناعية واجتياح الرأسمالية لأوروبا الحقيقة وإثبات النظام الرأسمالي نجاحه كنظام اقتصادي، كان في حقيقة جانب أو تداعيات غير مباشرة سلبية على هذه المسألة، أنه وحتى من يتهمون الرأسمالية أنها لا تمنح الجميع بشكل متساوي، بالعكس بل هي في بعض الأحيان قد ساوت بين غير المتساوين، خصوصا بزيادة معدلات الرخاء في الدول الغربية تحديدا والدول الصناعية بعد فترة، خصوصا في القرن العشرين، يعني بعد منتصف القرن العشرين. أنا أعتقد أنه هذا مثال على أنه الإنسان عندما يتدخل في الطبيعة وتحديدا عندما يحاول تغيير أو العبث بمسألة الانتقاء الطبيعي، الذكاء من أبرز الأمثلة على هذا. ليه بقى؟
لانه بزياده معدلات الرخاء هذه الانسان ليس لديه القدره على ان يحدد بالضبط من سيكتب لهم ان يستطيعوا نقل ما يمتلكون من جينات ذكاء لاجيال اخرى. والنتيجة انه في عالم اليوم وخصوصا في العالم الغربي بعد سنوات من الرخاء الاقتصادي وللأسف ووجود شبكات واسعة من الرخاء الاجتماعي، مسألة انه الاقل ذكاء مع الأسف اكثر عددا وقدرة على توريث الجينات، وبالتالي قد يسبب هذا ضمورا في الذكاء البشري فيما سيتقدم. دلوقتي ممكن نفتح المجال للأسئلة والتعليقات لو حد عنده سؤال أو تعليق. مشتبك مع الطغيان، هذه الفكرة أنه الذكاء عندما يعطل أو أنه طغيان الآلة بيعطل الذكاء البشري بما يؤدي في النهاية إلى مسألة تقوقع البشرية أو تأثير البشرية، تستخدم تعبير أكثر يعني مغالاة فناء البشرية، ده مش حقيقي لسببين. هي بس في نقطة مهمة، مسألة علاقة العلم بالإنسانية أو علاقة الإنسانية بالعلم أيهما أكثر تأثيراً في تشكيل الآخر، هي مش علاقة منحنى متجه بشكل إلى الأمام سواء صعوداً أو هبوطاً، على قد ما هي علاقة حلزونية. بمعنى أنا مش مختلف على مسألة إنه والطرح اللي طرحتيه ده ما بعد حداثي، ويعني الناس اللي متابع آخر سنوات أنا عندي هذا التحسس اتجاه هذه النظرة اللي بنتو مغلف بشكل ضمني في انها معادله الحداثه شويه، انه خلينا نعمل تطبيق على وجهتي النظر. انت عندك ادعاء وانا عندي تفنيد هذا الادعاء او الادعاء يعني في ذاته. احنا نعرف بعض بسبب الحداثه، بسبب الاله حرفيا، يعني ما كان لهذا اللقاء ان يحدث بدون الاله. لكن انت تخيلي انه مثلا على مساله انت هنا بتشوفي الموضوع بنظره ذاتية وليست بموضوعية، اللي انت دليلتي على مسألة الحباء ومسألة الحرفة والصانع، مع انه في النهاية النفعية هي الاساس في تقييم اي شيء، والابداع لا يصبح ابداع الا بتفرده. هل الآلة بتمنع التفرد؟ لا مش حقيقي، بدليل ان حضرتك باحثة النهاردة ممكن يكون في باحث ثاني وثالث ورابع انت بتتميزي او انت بتقلي بناء على تفردك، دي قصة ثانية. ولكن خلينا مثلا نقول جوتنبرج لما عمل الطباعة، اخترع الطباعة، كام مئات الملايين استفادوا من هذه الآلة، وده تأثيره إيه على الإنسانية، وتأثيره إيه على الحضارة، وتأثيره إيه على العلوم، وتأثيره إيه على الطب، وتأثيره إيه على الكورونا. يعني دي نقطة مهمة، مسألة إنه محاولة التعاطي مع الترندات اللي بتحصل على السوشيال ميديا. الإنسان كان قاعد في كهف وعمال ياكل ويتجوز، إيه اللي خلاه يعمل حضارة؟ يعني مش لازم نتعامل معاها بهذه الجدية، يعني لازم تبقى ترند للسخرية، لأنه حتى النظرة دي بتظهر بالمناسبة دايما بعد الاحداث الكبرى، فرانكفورت مثلا، مدرسه فرانكفورت مثلا او غيرها، ناس كتير بتقراها في مساله ان هو على خلفيه انهيار الامبراطوريات، وعلى خلفيه انه العالم ابتدى يخش بشكل دايناميك اكتر، وعلى خلفيه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وغيرها، مساله انه استعادت بقى النزعه الانسانيه وظهور الوجوديه على فلاسفه فرنسيين وغيرهم من الفلاسفه المعاصرين. يعني اقصد مساله انه احنا لما نيجي نقرا العلاقه ما بين الانسانيه والعلم المادة والإنسانية، هذه الجدلية لا ينبغي أن تقرأ في مسألة هو إحنا النهاردة كنا فين وبقينا فين، لأنه أنا وجهة نظري قراءتي لهذا المنحنى بيانيا أو رياضيا هو حلزوني متشعب. هيحصل إن العلم هيبقى ليه كوارث؟ يعني نيجي نسأل سؤال، ماذا لو لم يخترع الإنسان الانشغال النووي؟ هذه الآلة الجبارة كنا هننقذ أرواح 75,000 مثلا أو 80,000 في هيروشيما و 60 أو 80,000 في ناجازاكي، لكن كمان مع دخول الانسان لمساله ان هو كم واحد استفاد، كم طاقه قدرنا نحط ايدينا عليها تنتج فائض كتير من القيمه المضافه او المنفعه. يعني بس عشان ما اطولش في هذه المساله، بس احنا مش لازم نقرا المساله دي بشكل متحيز، على قد ما نفهم انها في النهايه هي معضله، ومساله انه حمايه انسانياتنا بتعطلنا حضاريا او بتجميد تقدمنا التقني او التكنولوجي، دي مغالطه كبرى. يعني انا شايف واحد بشيخ بيقول بصراحه شديد، وشكرا وارجو ان اكون خفيف يعني هذا الاشتباك. طيب هو طبعا وجهه نظر تحترم، ولكن خليني اقول انه شرودنجر في هذه النقطه
ما كانش قصده ان هو يقول لنا ان هو ضد الحضارة او ان هو ضد التطور. هو اصلا فيزيائي، ان هو اصلا شغال في الموضوع ان هو مع التطور ومع العلم. هو قلت الاشتراك مع الحضارة اوكي. ما هو انا خدت الخيط من شرودنجر وبعدين انا اتكلمت. لكن انا طبعا انا كاسراء انا ما عنديش اي مشكله خالص في التقدم الحضاري، وخلينا متفقين جميعا ان اي حاجه في الدنيا ليها الجانب الكويس وليها الجانب السلبي. ما فيش حاجه بيبقى هو اصلا مغزى الكون بتاعنا التناقضات، يعني كل حاجه يعني ليها الحلو بتاعها وليها الجانب الايجابي وليها الجانب السلبي. ف انا هنا يمكن اتكلمت فقط عن الجانب السلبي لفكرة الآلية او طغيان الآلة كما اسمها شرودنجر يعني. لكن انا بتفق طبعا في مع مجمل كلامك يعني، لكن يعني لا اتصور انه شرودنجر كان بينحى من فكرة طغيان الآلة ان هو ضد التقدم الحضاري. وانا استرسلت في النقطة دي يعني بناء على فلسفة العقل تجاه الآلة. يعني هو أصلا فلسفة العقل قايمة على الحتة دي شوية، يعني العقل والذهن بيفكر إزاي واللي حصل في التطور الآلي، وإن الآلة عشان أقدر إن أنا أصنع فيها الذكاء الإنساني بدأت إن أنا أرجع أدرس عمليات التفكير الإنساني عشان أقدر أحطها أصلا في آلة. فأنا بس يعني أخدتها من منظور جزئي شوية يعني فراحت إلى هذا المنحى. أنا بس حابب أشتبك معاك برضو في مسألة نقد التقنية دي، لأنها مسألة الحقيقة يعني بتصيبني بالحساسية لما بسمعها، وده لأنه يعني كل آليات نقد التقنية تمام الآليات الفكرية يعني بتنطلق في كاملها من مسألة مركزية الكائن الإنساني في الوجود. بمعنى انه انا بنتقد التقنيه تمام او الاله اللي سميتيها بناء على انه الانسان يتسيد هذا الوجود، فكيف للاله ان هي تتخطى هذه السياده؟ طيب بمعزل عن الكلام ده صح ولا غلط، انا ارى ان هذا الطرح بالاساس طرح ميتافيزيقي بشكل واضح. طبعاً مين طبعاً. قال بالاساس انه السياده في هذا العالم للانسان؟ هذا كلام يعني لا يمكن الادعاء بصحته ولا بخطأه الاثنين. صح. تمام. وان كان بيولوجيا وتطوريا ربما يكون شيء مضحك تماما لو احنا اتكلمنا عنه من هذه الوجهه. انا هطرح مثال بس يوضح مدى يعني ضحاله هذه الفكره اللي بتنطلق من نقد التقنيه تمام، وهي مرتبطه باحد يعني عتاد الداعين لهذا المنهج وهو مارتن هايدر. تمام. مارتن هايدر بنى كل فلسفته على فكرة أنه الحداثة والتقنية جاءت لتتخطى قيمة الإنسان، فهو بيدعو في هذه الحداثة إلى إعادة الإنسان لمركزيته. طب خلينا نشوف مارتن هايدر على المستوى الذاتي وهو متبني هذا الأمر تبنيا كاملا عمل إيه، وعلى المستوى السياسي بما أنه كان له توجهات سياسية عمل إيه. على المستوى الذاتي مارتن هايدر لما عرضت عليه أستاذية في هانوفر تمام، راح بيقول كده بالنص في احد كتبه ان هو راح على البيت اللي كان بنيه في الغابة، لانه طبعا يعني بيحاول ينعزل يعني تماما عن التقنية، وراح سألته هذا الفلاح البسيط الذي يسكن بجواري هل اقبل الأستاذية تمام، فنظر لي وأومأ لي ألا أقبل. أنا بس يعني مع اللغة الأدبية الجميلة دي، هل الكلام ده كلام موضوعي؟ يعني هل أنا لما يطرح علي أستاذية جامعة في ألمانيا تمام، وهو لا خلاف على أنه الرجل كان عنده طرح يعني بغض النظر عن وجهته من عدم، فروح أسأل فلاح يسكن في قرية في غابة أسأله أقول له أنا أقبل الأستاذية ولا لا؟ بل إنه كمان مارتن هايدجر وهو بيعقب على رد الأستاذ الفلاح عليه تمام، مع احترام الكامل لهذا الفلاح لكن أنا لن أحترم قدرته على تقييم هذا الموضوع تمام، بيقول إيه مارتن هايدجر؟ بيقول نظرت في عينيه فوجدت الوجود بكامل. أنا معرفش يعني هو إزاي لقى في عينه الوجود بكامل. أنا معرفش يعني أنا أتساءل إزاي لقى في عينه الوجود بكامله، وإيه هو الوجود بكامله اللي ممكن يتواجد مثلا في عين فلاح بسيط لكن لا يتواجد في عين فيلسوف. مارتن هايدجر يعني له مطلق الحريه في انه يعني يقول اللي هو عايزه. ولكل فيلسوف رؤيه مختلفه وطرح مختلف.
انت لو بصيت على تاريخ الفلسفه كله هتلاقي كل واحد بيقول حاجه ملهاش علاقه يعني بشكل ما، هتلاقي كل واحد بيقدم تصور مختلف تماما. هتلاقي زي ما قامت فلسفات عقلانيه كان في فلسفات ماديه، هتلاقي كل حاجه. ف كمان لو بتتكلم في فلسفة فبتتكلم في تناقضات فكرية، يعني هو الواقع الفلسفي الحقيقة مليء يعني. فلو هنرجع كمان لنقطة ان انت بتقول ان كل ده بينترج تحت الميتافيزيقا، انا بتفق معاك جدا، هو فعلا ميتافيزيقا، لان زي ما قلت في بداية كلامي هي كلها اشياء لا يمكن ان اخضعها للتحقق التجريبي، هي مجرد تصورات، فهي ميتافيزيقا. جون هيل في كتابه فلسفة العقل قال بالنص ان كل التصورات التي بنيت نحو على العقل، يعني كل تصوراتنا عن العقل هي تصورات ميتافيزيقية. وفعلا اي حاجة عن يعني اي حاجة ما اقدرش اتحقق منها تجريبيا هي ميتافيزيكس. لا اقدر اتحقق من اراء سياسية، ولا اقدر اتحقق من ذوقيات جمالية، ولا اقدر اتحقق من قيم اخلاقية، كل دي حاجات معيارية ما اقدرش ان انا اتحكم فيها بشكل تجريبي، فهي ميتافيزيكس. تعالى بقى نرجع للوضعية المنطقية، وده اتجاه تجريبي متطرف جدا نشأ في القرن العشرين وعمل لنا حاجة اسمها معيار التحقق. معيار التحقق ده بيقول انه اي حاجة ما ينفعش او ما اقدرش اخضعها الى الاختبار التجريبي هي نونسنس بلا معنى. طبعا حط بقى الاراء السياسيه والاخلاقيه والذوقيات الفنيه والدين وتصوراتنا العقلانيه تجاه اي شيء، كل ده بقى بلا معنى، كل ده نونسنس. كل ده فعلا ميتافيزيكس. متفقه معاك جدا يعني في النقطه دي. ثم انت كمان قلتي في تصورك انه في النهايه، قلتي اقصد انه ده مجرد تصور من شرودنجر لمساله نهايه العالم، هو يراها بهذا الشكل في غيره بيراها. يعني اسمح لي، هو ما قالش نهايه العالم، يعني هو يعني بيتصور، هو بالعكس هو قال ان الكون عمري ما هقدر ان انا ادي تصور لا نهائي عنه. لا مش تصور، هو مجرد تصور في النهايه، يعني مجرد تخيل، يعني هو بيتخيل ما الذي يمكن ان يودي بالبشريه للفناء. هو ممكن يقول تصور غيره بيقول تصور تاني، في النهايه مجرد تكهنات، يعني كل واحد بيجيب شويه معلومات وبيبني عليها في الاخر التصور هو لنهايه العالم. يعني شويه اسئله مثلا هو سالها وهي، فاحنا نسال، هو طرح كثيره جدا جدا من الاسئله، زائد الاسئله اللي هو سالها، زائد الاسئله اللي احنا ممكن نسالها اللي هو ايه العمليه، ممكن تبقى اسئله، فانت ممكن الواحد بتوعه يعني ايه زينا على قد شويه ممكن يشد. التقدم بقى العلمي والتقدم التكنولوجي والتقدم في كل المعارف وكل المعلومات وكل على كل المستويات، هو راحة الإنسان والسعادة والنظرة اللي لقاها الراجل ده بسرعة الدكتور الجامعي ده في عين الإنسان، إن هو لقى فيه سعادة في عينه في حياته، هو مستقر وفي هدوء نفسي، فهو ده المفروض يكون ده المرجع الأساسي اللي إحنا كلنا، وهو ده فعلا السبب الأساسي اللي إحنا بنعيش عشانه. يعني الإنسان من أول ما يكون لحد ما يموت بيبحث عن السعادة، وكل اللي إحنا بنتكلم فيه وكل اللي إحنا وصلناه مثلا من مراجع ومعرفات وتقدم وتكنولوجيا، كل دي في سبيل راحة الإنسان. ومن ثم شرودنجر اثار العديد من الاسئله، هي دعوه للتفكير خلينا نسميها، او اصلا الفلسفه طول الوقت بتثير الاسئله. طيب ماذا لو لم نثير الاسئله؟ ماذا لو مش هنفكر؟ مش هيبقى عندي اشكاليه افكر فيها. ما هو انا لما بثير السؤال ده معناه ان انا عندي اشكاليه بتؤرقني بشكل ما، فبحاول ان ادور على اجابه. فاكيد احنا في حالة دايما، الإنسان دايما في حالة دايما في من إثارة الأسئلة علشان يقدر أنه يبحث عن إجابات وتفاسير لكل شيء حواليه. أما بقى بالنسبة أو يعني فكرة المرجع الديني اللي حضرتك أشرت إليها، فخلينا نقول أن على مدار التاريخ الإنساني كله كان في جزء بيتم فيه فعلا اللجوء إلى مرجعية دينية من أول الإنسان البدائي، هو كان بيحاول يعني زي ما قلنا في بداية كلامنا خالص، هو كان بيفسر البرق والرعد انه غضب الآلهة. فالمرجعية الدينية هي حاضرة في الذهن البشري على مدار تاريخه بشكل ما، على ايا كان اختلاف الدين او البقعة المكانية اللي هو موجود فيها، لكن هي كان ليها حضور قوي. يعني فكرة ان لو حضرتك شايف انه الانسان
بيبحث عن السعادة، فأنا أتفق يعني أكيد كلنا أصلا حتى كل يعني كل التقدم اللي أحرزناه تكنولوجيا ده كله عشان محاولة مننا إن إحنا نعيش في رفاهية أكثر. لا أنا هي نقطة الناس اللي لازم تفكر كلنا نتكلم عليها يعني عشان جت قايل بس بشكل جديد إن هو لما أقول فلاح جاره إن أنا وظفت عليه وبقيت الكون كله، وإيه معنى الكون كله؟ إن هو رأى إن الراجل ده مالك الكون كله من خلال السعادة اللي هو حاسس بيها، وأنت لو مالك الكون كله في هنا بقى هنرجع لفلسفة هايدجر في النقطة دي ونشوف نحلل الموقف ونشوف هايدجر عمل كده ليه، لأن ده يعني حاجة تاخدنا في منحة آخر يعني يخص هايدجر. أستاذة إسراء على عرضها الجميل ده وكتاب بودينجر، وطبعا هي محاولة العلماء إن هم يتفلسفوا بتبقى محاولة مثيرة جدا يعني هو طبعا الناس دي بتتعامل طول الوقت مع معادلات رياضيه ونماذج فيزيائيه وحقائق رصديه، فان هم يحاولوا بعد كده ان هم يترجموا ده لصوره للكون او للواقع اللي هم شايفينه بتبقى حياه مثيره ومنحتم مش من المهم الاطلاع عليه. بس الحقيقه يعني الواحد برضو بيلاقي ان طرح الفلاسفة يعني الفلاسفة لما يعني لما بيقروا العلم وبيستوعبوه وبيطرحوا رؤيتهم لصورتهم للواقع يعني انا بلاقيها دايما بتبقى اكثر غنى من العلماء لما بيحاولوا ان هم يتفلسفوا. في بخصوص يعني رؤية شرودنجر لبني التحول لنظرة الانسان للواقع والكون، فانا يعني شايف ان هو كان في نقطه اعتقد يعني في السياق رؤيه شرودنجر دي لازم يعني يتم التسليط عليها الضوء بشكل اكتر بكتير من المرور السريع اللي مر بيه شرودنجر على المساله، اللي هي فكره التحولات في هذه الصوره للكون او للواقع. الحقيقه هي تحولات ما بتجيش نتيجه تطور او تقدم لينير يعني خط، لا بيبقى فيه دايما انقطاعات معرفيه ما بين نموذج معرفه ونموذج معرفه جديد، زي ما حضرتك قلت كده بالنسبه لمساله الجيوسنتريك اللي هي مركزيه الارض، وبعد كده انتقلنا مع كوبرنيكوس للهيليوسنتريك اللي هي مركزيه الشمس. لما نيجي نبص يعني الموضوع ده مركزيه الارض فاللي كان مبنيه على العلم الارسطي، وان هو كان النظريه دي واجهت تحديات كتير في يعني قعدت سايده على البشريه لمده 1000 سنه ويمكن اكتر، واجهت تحديات كتير لكن طول الوقت كان العقل البشري موجه ان هو يحل اي تناقضات في اطار هذه النظريه في اطار مساله ان الارض هي المركز، لحد ما التحديات دي تفاقمت وكوبرنيكوس ونظريه مركزيه الشمس ساعتها، وكانت وعلى فكره مش اول واحد قالها كوبرنيكوس من اول وهي مطروحه من ايام الفلاسفه اليونانيين بس تم تهميشها خالص ولسانه نظريه ارسطو، فدي شكلت ثوره معرفيه. وهنا توماس كون وكتابه اللي هو بنيه الثورات المعرفيه بيركز قوي على عمليه الانتقال الثوري في النماذج المعرفيه دي. نيجي مثلا دلوقتي اليومين دول مثلا مساله زي الثقوب السوداء، الفيزياء السائده حاليا مش هقول طبعا الكلاسيكيه عشان هي الفيزياء المعاصره كانت بتقول ان هو الثقوب السوداء دي عشان تتكون محتاجه مليارات السنين، دلوقتي لقوا ان الحقائق الرصديه بتقول ان الثقوب السوداء اتكونت في 500 مليون سنه يعني نص مليار سنه اقل بكتير من الحسابات النظريه ما كانت بتقول. ففي واحده في كتاب رحله في الذاكره لخالد قصدي سوري في برنامج رحله للذاكره لخالد رشدي في عالمه روسيه بتقول ان ده يتحتم علينا يعني بتقول من كتر التحديات اللي ابتدت تتراكم من النموذج الفيزيائي المعاصر دوت يظهر ان احنا يتحتم علينا ان احنا نعيد نظر في البنيه الصوره اللي احنا مكونينها للعالم الفيزيائي دوت عشان الحقائق الرصديه الجديده اللي احنا بتتكون قدامنا. ففكره الثورات العلميه والقطائع دي اللي بتخوضها البشريه والعقل بيثور على نفسه عشان يجدد وعيه ويجدد رؤيته اعتقد مهمه جدا ان احنا نركز عليها خصوصا في مجتمعاتنا وفي ظروفنا دي اللي هي محتاجه نقله جباره في رؤيتها لنفسها والعالم.
تاني نقطة بخصوص طبعا التقنية والآلة، في جزء طبعا متفق فيه ان هو الآلة بتسبب كسل الإنسان، وان هو الحقيقة المفروض فعلا الإنسان يكون فيه فترات، ومع من أول الأطفال الصغيرين يتعودوا يعيشوا في حياة مش معتمدة على الآلة، عشان الاعتماد على الآلة فعلا بيخلي القدرات الإنسانية تضمر في بعض الأمور. فأعتقد لازم في المناهج وفي التربية لازم يخش الجزء ده في الموضوع ازاي، وفعلا تأخير ان العيال والاطفال الصغيرة يستخدموا الكالكوليترز والحاجات دي وبتاع ده مهم. لكن برضو من الناحية التانية التراكم المعرفي دوت بيوسع وعي الانسان، يعني الحاجات كتير قوي، عمليات كتير قوي، لو كنا اعتمدنا على العقل الانساني بس ما عملناش نبذجة حاسبية ليها، ما كناش هنوصل لنتائج ورؤى مختلفة والتراكم الحضاري الخطير. سؤال حضرتك عن التحولات أو التطور للتصورات، هو يمكن الفكرة اللي حضرتك طرحتها أو يعني بالسرد اللي حضرتك طرحته هو لا يبعد إطلاقا عن تصور شرودنجر. شرودنجر قال زي ما يعني ما وضحت في المحاضرة أنه هذه التطورات والتحولات بيعززها التطور العلمي والتطور الفلسفي، فيعني لا خلاف في هذه النقطة مع حضرتك. بالنسبة لموضوع الآلة وان العقل الإنساني هو الأساس، أنا متفقة معك جدا جدا طبعا، لأنه لولا العقل الإنساني اللي بيثير الأسئلة واللي بيفكر ما كانش هيحصل تطور علمي أو تطور تكنولوجي. ولو حبينا نتكلم بقى عن التصورات هنلاقي ان اصلا معظم المخترعات او الاجهزة الموجودة دلوقتي هي كانت اصلا عبارة عن تصورات خيالية واقرب الى الخيال. لو ضربت مثلا بالبلورة السحرية في الاساطير، ان كان الاساطير دايما بتقول ان في بلورة سحرية وكانت ساحرة مثلا بتبص فيها فبتشوف مشاهد او ناس في اماكن تانية. دلوقتي عندها الاقمار الصناعية والشاشات بنقدر نشوف ده فعلا اي حتة، ما ده كان تصور خرافي وهزلي وخيالي وتحول الى واقع. فطبعا كان السبب في هذا التصور كان العقل العلمي. الطيران، اسطورة البساط السحري تحول الى طيران دلوقتي، مع ده برضو كان مجرد تصور هزلي وخيالي ولا يمت الى الواقع بصلة، ولكن كان تصور عقلي تحول مع تطور العلم ان احنا قدرنا ان احنا ننفذه بشكل علمي. تمام. في نهاية الصالون أحب أوجه شكر للأستاذة إسراء إرادة على حضورها النهاردة وتشريفها لنا. شكرا.